علينا أننا نكون مصرورين وفرحانين أننا نشوف الأصدقاء اللي هما أغلبية ديالهم الأصدقاء ديالنا قبل ما يكونوا صحفيين وإخوة ديالنا، أنهم حاضرين معنا باش يشجعونا ويوقفوا معنا في هذا الحدث الإبداعي اللي كيعطي صورة جميلة على مدينة أكادير وعلى شباب مدينة أكادير. إذا الشكر وتقدير لكل الحاضرين والحاضرات معنا اليوم الجمعة 13 يناير 2022. أبى فريق مواهب ومبدعين إلا أن يعقد هذا اللقاء مع مختلف الفاعلين الجمعويين والصحفيين هنا بمدينة أكادير. يعني هو طبعاً بتنسيق مع اللجنة المنظمة لاختيار الفائزين والانتقال بينهم من مرحلة إلى مرحلة. تنعرفوا كاملين أنه في المرحلة الأولى اعتمدت بواحد درجة كبيرة جداً على التصويت ديال الناس. من هذا المنطلق خدينا احنا فكرة كذلك حتى على الفائز في كل صنف من هذه المسابقة. طبعا خدينا فكرة ولكن ماشي معيار أساسي أن الواحد اللي غادي يجي الأول في التصويت. المرابع الإعلامي اللي حضر معنا في الندوة الصحفية الخاصة بالحفل الختامي مواهب ومبدعين النسخة الخامسة. هذه النسخة هي استثنائية بمشاركة دول عربية إلى جانب المملكة المغربية، كاينة مصر والعراق ولبنان، وهذه الأخيرة اللي غيكون تكريم ديالها، يعني تكريم ديال دولة لبنان بفضل مشاركة، يعني أول مشاركة أجنبية اللي هي غتنحضر من دولة لبنان، فغيكون تكريم دولة لبنان. بالنسبة للنسخة الخامسة كما قلت كاينين إيجابيات كاينين سلبيات، فالحمد لله على حسب الأزمة اللي كاينة فكنمشيو بإمكانيات خاصة بدعم ديال جهات، يعني بأمور بسيطة اللي كتدعمنا بهم، لأن الجمعية هي كتضم تقريبا 99% ديال الطلبة فكنحاولوا نمشيو بإمكانياتنا البسيطة، ولكن غادي الحمد لله. وكنتمنوا إن شاء الله أن هذا الحفل وهذا الحدث يكون يعني كيعطي صورة جيدة على مدينة أكادير وعلى الجهة بالعموم، لأنه حاليا خرج على حدود المملكة ولا حدث عربي. إن شاء الله السنة القادمة غيكونوا عدة يعني شراكات إعلامية مع قنوات فضائية في الشرق الأوسط، وغنحاولوا نكبروا إن شاء الله القاعدة الجماهيرية ديال الحدث ونعطيو صورة جي زوينة على الشباب ديال مدينة أكادير، ونقولوا بلي هذا الشباب راه قادر يعطي واحد المنتوج جيد من لا شيء. فمرحبا بكم إن شاء الله في الحفل الختامي نهار 13 فبراير بمدينة أكادير على الساعة الثالثة. الدعوة للجميع إن شاء الله، كما كيعلم الجميع فالجائحة ديال كورونا فهي أثرت بزاف على الميدان ديال الفني أو الأحداث الفنية اللي كتجرى ماشي غير في المغرب ولا في أكادير ففي العالم كامل، ولكن كنحاولوا نمشيو نجيريو بإمكانياتنا البسيطة، وكنحاولوا كما كنقولوا باللغة العامية وباللغة الدارجة كنحاولوا نتقاتلوا من لا شيء، فكان باش نجيبوا واحد المنتوج زوين وباش نعطيوا واحد نظرة زوينة على المدينة وعلى هذا الحدث هذا اللي إن شاء الله احنا كنأملوا وكنتمنوا من سيدي ربي بأنه يكون من الأحداث الكبيرة والبارزة في المغرب إن شاء الله في السنوات القادمة، خصوصا أننا في النسخة الخامسة. محمد أمين الزهري عضو لجنة حكم الدورة الخامسة مسابقة مواهب ومبدعين وممثل على لجنة الحكم في المؤتمر الصحفي قبل الحفل الختامي. صراحة هذه المسابقة هذه جات باش تعطي فرصة للشباب المغربي والشباب العربي من أجل إبراز المواهب ديالهم في جتة المجالات، اللي قمنا بالتقسيم ديالها لخمسة ديال المجالات أساسية، بحال مجال ديال صناعة المحتوى الهادف، مجالاتهم الفن التشكيلي، مجالاتهم الصحافة والكتابة، ثم مجالاتهم كذلك روح المواطنة. وهنا عطينا فرصة للجمعيات المجتمع المدني التي تريد أن تصنع تغيير في المجتمع أننا نحاول نتوجه المجهودات ديال هذه الجمعيات هذه من خلال تتويجهم بجائزة خاصة. طبعا أكيد ما كانش الاختيار سهل في كل المجالات، قمنا باعتماد على مجموعة من المعايير الأساسية، أبرز هذه المعايير اللي هي الصبغة الإبداعية اللي قاموا بها المشتركين في شتى المجالات، ثم كذلك أنهم خداوا المشاركات ديالهم على محمل الجد، فكلما كانت المشاركة يعني جدية جدا واحترمت يعني القواعد واحترمت الوقت المسموح به واحترمت كذلك النقاط التي يجب مناقشتها فكان أيسر علينا أننا نختار الفائز في كل المجالات. هذه المسابقة هذه شهدت كذلك مشاركات من مختلف الدول العربية، أبرزها جمهورية مصر العربية ثم دولة لبنان، وهذا الشيء اللي عطى واحد الإشعاع طيب جدا للمسابقة في مختلف دول العالم العربي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.